سلام الله عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى آخر موعد إخباري مباشر مستهله كالعادة بالعناوين. لقاءات الحوار الاجتماعي المتعلقة بجولة أبريل متواصلة برئاسة عزيز أخنوش. لقاء اليوم جمع رئيس الحكومة بوفد عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب. ومعارضو قانون نظام التقاعد بفرنسا مستمرون في التصعيد، المظاهرات المناهضة عمت جل مدن الجمهورية تزامنا مع خطاب ألقاه مساء أمس الرئيس إيمانويل ماكرون. وقراءة قرآنية بالصيغة الحسانية زينت ليلة القدر بمدينة العيون في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أهلا بكم. لقاءات الحوار الاجتماعي المتعلقة بجولة أبريل متواصلة برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة. لقاء اليوم توج بعقد جلسة مع وفد من الاتحاد العام لمقاولة المغرب، واللقاء تطرق إلى أهمية انخراط الاتحاد في مواصلة إنجاح الحوار الاجتماعي وإخراج مدونة الشغل وقانون الإضراب. محمد أبو بكر ومصطفى السعدوني. الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه الشركات وتأثيرات ارتفاع أسعار المواد الخامة على رأس القضايا المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي. على بعد أيام من فتح مايو، رئيس الحكومة عزيز أخنوش يعقد مشاورة ثنائية مع مسؤولي الاتحاد العام لمقاولات المغرب. تحدثنا كذلك على الصعوبات اللي يمر بها الموظفين في هذا السياق الاستثنائي ديال التضخم، وكما شاركنا مع رئيس الحكومة الوضع الاقتصادي الصعب اللي كيعانيو به الشركات في الاقتصاد ديالنا. رئيس الحكومة أكد أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي مع ممثلي الاتحاد العام لمقاولة المغرب جرى في أجواء إيجابية ومسؤولة يطبعها الاحترام التام وتبادل الآراء، واصفا حصيلة الحوار الاجتماعي بالمشرفة بعدما أوفت الحكومة بعدد من التزاماتها تجاه المقاولات على حد تعبيرها. هذه فرصة للتأكيد مرة أخرى على أنه هذا الاتفاق اللي تيجمع ما بين النقابات وما بين المقاولات وما بين الحكومة هو الإطار اللي كيجعل البلاد غتقدر تقدم. كيفاش غتقدم؟ أولا بالتأطير ديال واحد العدد المواضيع اللي ما عمرها ما تأطرات في تاريخ ديال بلادنا، بحال الحق الدستوري اللي عند الشغيلة من أجل ممارسة الإضراب، وبحال المدونة ديال الشغل. رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب دعا خلال اللقاء إلى تسريع الإصلاحات التشريعية، ولاسيما تعديل قانون العمل وإصدار قانون الإضراب لمواكبة تنفيذ ميثاق الاستثمار من جهة، وحماية النسيج الاقتصادي لتعزيز فرص العمل من جهة أخرى. أفاد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور اليوم بمجلس المستشارين بأن المنتوجات الصناعية تشكل نحو 86.8% من الصادرات المغربية. ومراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية والتصدي لأي نوع من أنواع التدليس والمضاربة والاحتكار ما تزال تحت مجهر اللجان المختصة التي تواصل تعبئتها بمختلف أسواق المملكة، حيث قامت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الأسعار والجودة بعمالة المحمدية أمس بزيارة ميدانية لوحدتين صناعيتين في إطار عملية مراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية. روبورتاج محمد مجري والمتابعة لخالد نجدي. عملية مراقبة أسعار وجودة المنتجات الغذائية ما زالت متواصلة، فصباح اليوم زار أعضاء هذه اللجنة الإقليمية وحدتين صناعيتين بمدينة المحمدية تنشطان في مجالات تحويل وتتمين منتجات الصيد البحري وتسويق التوابل والقطاني. طلعنا على ظروف الإنتاج ديالها وكذلك ظروف العمل ديال العمال ومن ناحية ديال الجودة ديال المنتوج، وتبين بأن هذا المنتوج هو يساهم في تزويد الطلبات ديال المستهلكين. هذه الزيارة الميدانية تريد منها اللجنة الإقليمية الوقوف على وفرة العرض وجودة المنتجات وصلاحيتها. اللجنة راها شافت كل شيء بعينها، الجودة كيفاش الموظفين عاطين أهمية، هما اللي عاطين أهمية للجودة. تنحاولوا نبينوا للناس بلي أن زعما الحمد لله السلعة كاينة والناس ما تخافش من العرض
السلعه كاين كاين ما يتشرى وكاين ما يتباع والحمد لله الناس ما عندهاش مناش تخاف الحمد لله كل شيء موجود وهذه المنتوجات هذو على طول العام موجوده. عملية المراقبة تغطي أيضا جميع مراحل الإنتاج والتوزيع بهدف ضمان وصول هذه المنتجات للمستهلك وفق المعايير الصحية المعمول بها. بالرباط رأس اليوم رئيس الحكومة عزيز أخنوش المجلس الإداري للوكالة الوطنية للمياه والغابات. اللقاء تم خلاله تقديم عرض حول الحصيلة والمصادقة على عدد من المشاريع المستقبلية للوكالة. نستمع بهذا الخصوص لمقتطف من تصريح عبد الرحيم مهومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات. في هذا الاجتماع تم أخذ عدة قرارات مهمة بالنسبة للوكالة، بينها يعني تأسيس المؤسسات ولا الوحدات الميدانية للوكالة، بحيث أن كاين واحد الهيكلة اليوم كاملة يعني من المرحلة المحلية حتى المركز. كذلك تم إعطاء يعني بعض النصوص التشريعية اللي غيتم المصادقة عليها في هذه السنة إن شاء الله، وخاصة النص اللي كيتعلق بالقانون الغابوي ببلادنا. وكذلك في هذا اللقاء يعني تم التركيز على المقاربة التشاركية اللي جات بها استراتيجية غابة المغرب اللي أعطى انطلاقة تاعها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. خارج الحدود الشد والجذب بين ماكرون ومعارضي إصلاح نظام التقاعد على أشده في فرنسا، حيث خرج أمس بمختلف مدن الجمهورية المناهضون لهذا القرار القاضي برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، وذلك تزامنا مع خطاب ألقاه مساء أمس الرئيس إيمانويل ماكرون في محاولة منه لامتصاص غضب الشارع. وكان المجلس الدستوري قد أقر الجمعة الماضي الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد الذي ترفضه النقابات والمعارضة والشارع الفرنسي. والتقرير السنوي لهيئة المدافع عن الحقوق في فرنسا رسم صورة قاتمة عن وضعية حقوق الإنسان في الجمهورية الخامسة. التقرير الذي صدر أمس توقف عند قمع الشرطة الفرنسية للمتظاهرين ضد تعديل نظام التقاعد، كما عدد المظاهر السلبية لتعامل السلطات الفرنسية خصوصا مع الأجانب الذين تقدموا بشكاوى تتعلق أساسا بصعوبة المعاملات الإدارية، وكذلك فيما يتعلق بحماية الأطفال. سفيان البوعزاوي في المتابعة. التقرير السنوي لهيئة المدافع عن الحقوق في فرنسا رصد أكثر من 125 ألف شكاية خلال العام الماضي، أي بزيادة قدرها 9% مقارنة بالعام 2021. حصص الأسد من الانتهاكات رصدت في حق الحقوق الأساسية للأجانب وتمثل حوالي 24%، وبلغ عددها 125,456 شكاية. التظلمات المتعلقة بحقوق الأجانب زادت بنسبة 233% خلال الفترة ما بين 2019 2022. في تفاصيل الانتهاكات، عراقيل تواجه الرعايا الأجانب لتحديد مواعيد في المقاطعات من أجل التقدم بطلبات الحصول على تصاريح إقامة أو تجديدها أو الحصول على إجابة من مصالح الدولة أو انتظار آجال طويلة للغاية بالنسبة لتصاريح مغادرة التراب الفرنسية. فيما يتعلق بحماية الطفولة، هيئة المدافع عن الحقوق عبرت عن أسفها لما وصفتها بالحالة المأساوية التي وصلت إلى حماية الطفولة، حيث ارتفعت عدد الشكايات خلال عام واحد فقط لتصل إلى 3586 شكاية بخصوص سلوك الأمن والشرطة خلال المظاهرات إسقاط نظام التقاعد والتي بدأت منذ شهر يناير الماضي. توقف التقرير عند الأخلاقيات والأمنية وسجل 2455 شكاية معظمها تتعلق بعمل قوة الأمن. الشهر الماضي أعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا عن قلقها من الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المحتجين على تعديل نظام التقاعد، مطالبة باريس باحترام حق التظاهر. أما اللجنة الوطنية لاستشارية لحقوق الإنسان قررت تبليغ عنف الشرطة في حق المتظاهرين للآليات الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان ومجلس أوروبا. والوضع في السودان يسير في اتجاه المجهول بعد استمرار حالة الاحتقان بين طرفي المكون العسكري بالبلاد. يأتي هذا في وقت أعلن فيه طرفان نزاع كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم الاتفاق على هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.
إلى ذلك لقي أكثر من 180 شخصا مصرعهم، وأصيب 1800 آخرون بجروح خلال الأيام الثلاثة الأولى من النزاع المسلح بين طرفي المكون العسكري. مركز صحي لمعالجة الإدمان في صفوف الشباب تم تدشينه مؤخرا بمدينة آسفي. المركز يوفر مجموعة من الأنشطة لمساعدة المدمنين على الإقلاع عن استهلاك المخدرات. المشروع ممول من قبل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. من آسفي ريبورتاج حسن لحمدي. بنية استشفائية جديدة ترى النور بآسفي بعد ارتفاع عدد المدمنين على المخدرات في الأوساط الشبابية. أنا كنت واحد بنت عادية بحال بنات حتى صافي بالسبب ديال الرفاق وبزاف ديال الحوايج اللي خلوني نتبلى صافي حتى وصلت لهذه المرحلة هذه وراني جيت نتعالج اليوم إن شاء الله. هذه الأنشطة كتغير لك حياتك بزاف من أسوأ إلى أحسن وكترجعك للطريق وكتحيد حتى الإدمان. شباب تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 36 سنة يخضعون للعلاج تحت إشراف طبيب معالج ومحلل نفساني إلى جانب مدربين متخصصين يساعدون الشباب على التخلص من المخدرات. قلت يلا تبليت في قارة ومع أصدقاء ديالي أنت كريح معهم وكي يعطونا تشتيك نكميه وبقيت مع المدة وقيت بشوي 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 تولد تحت المخدرات دابا تمول منها المخدرات دابا. تم بناء وتجهيز هذا المركز من قبل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بغلاف مالي يقارب 7 ملايين درهم. كاين في المواكبه ديال الحالات كانوا دائما كيحتاجوا المراكز فكيمشيو لكازا كيمشيو لمراكش اذا دابا ما بقاش عندهم علاش غادي ديبلاساو. الحمد لله العلاج بالمجان ما عليهم الا انهم يزوروا المركز وبغينا نمشيو في طريق واحد والهدف ديالنا هو ان احنا نقضوا الشباب ديالنا اللي هو المشعل اللي غيحمل مشعل المغرب الغد ان احنا نقضوهم من غول المخدرات. وفي بدايه الطريق تلعب هنا الموسيقى والغناء دورا مهما في تقويم السلوك لعودة هؤلاء المدمنين إلى وضعهم الطبيعي. وسعيا منها لمد يد العون للمحتاجين جمعية مساعدات ومبادرات القناة الثانية قامت بتوزيع حصص غذائية على عدة أسر بإقليم تونات. عدد المستفيدين من هذه المبادرة وصل إلى نحو 300. تفاصيل أكثر في ريبورتاج أسامة أفقير بعدسة حمزة الصالحي. قفص رمضانية تتكون من مواد غذائية أساس وزعتها جمعية مساعدات ومبادرات القناة الثانية على سكان الجماعة الترابية خلالفة هنا بإقليم تونات. عدد المستفيدين وصل إلى 300 أسرة. جمعية أكسيون دوزام حطت الرحل ديالها لأول مرة بجماعة خلالفة بإقليم تونات من أجل هذه البادرة الإنسانية واللي هي عبارة عن مساعدات تتمثل في مواد غذائية أساسية لفائدة أسر معوزة خاصة في هذه الظرفية اللي كيعيشها المواطن المغربي وهي ظرفية ديال غلاء الأسعار وكنتمنى أن هذه البادرة تعزز قيم التضامن لدى المغاربة. هذه العملية الإنسانية هي جزء من الأعمال التضامنية التي تقوم بها جمعية مساعدات ومبادرات القناة الثانية خلال شهر رمضان المبارك. المستفيدون من المساعدات استحسنوا كثيرا هذه الخطوة. الله يرحم الوالدين وكنا محتاجين لهذه القفة فرحنا بها في هذه العواشر الله يفرحكم. كنشكر الجمعية ديال دوزيم أكسيو على هذه المبادرة اللي دارت لنا وشكرا بزاف وكنا محتاجين لها. عملية توزيع الحصص الغذائية مرت في ظروف جيدة بفضل انخراط السلطات المحلية وباقي المتدخلين. موائد الإفطار المغربية في رمضان تختلف من منطقة إلى أخرى، تختلف وتعكس فسيفساء التنوع الحضاري للمملكة. بإقليم بن سليمان تتسيد الرفيسة الزيادية الأطباق التقليدية تسمى كذلك المدهوسة. نتعرف عليها وعلى مكوناتها ضمن سلسلة ريبورتاجات التعريف بالأطباق المغربية، هذه المرة الريبورتاج من توقيع سمية الدهيمي. هي اللمسات الأخيرة لطبق ضمن مجموعة الأطباق المغربية الأصيلة يعرف بالمدهوسة، أكلة شعبية تشتهر بها منطقة الزييدة بإقليم بن سليمان وتدخل ضمن التقاليد الراسخة لهذه المنطقة. الأكل عندنا كنسميوها زيادية بالسميدة، إيوا وندير فيها القصبر ندير فيها البصلة الخضارية ندير فيها الحليب ندير فيها الدجاج
هي وكنشدوها كندقوها نفوروها ونعاود نسقيوها وناكلوها تجي زوينه. وبابتسامتها العريضة ويد لم تعد تأبه بالحرارة تبدع السيدة فاطنة في وضع مكونات طبق المدهوسة من حبوب وبهارات صحية. فرفيسة الزيادية تحظى اليوم بمكانة خاصة لدى عدد كبير من المغاربة، فهي سيدة الأطباق على مائدة الإفطار. هذه رفيسة الزيادية اللي عزيزة علينا، الأكلة المفضلة عندنا باش معروفة منطقة الزيادة. فاش كنتوحشوا رفيسة كتصوب علينا الوالدة، واخا يكون شهر رمضان واخا في رمضان واخا كناكلوها حتى هي في الوجبات ديال الفطور. إضافة لبعدها التاريخي، تميزت رفيسة الزيادية منذ القدم ببعدها الاجتماعي، فلطالما كانت مناسبة إعدادها سببا في اجتماع أفراد الأسر، تؤكد حضورها الدائم في الولائم والعديد من المناسبات. ولأن المناسبة شرط، فليلة القدر كانت فرصة لإدخال الفرحة على نزلاء قرية الأطفال بدرب عزة. أجواء روحانية بطقوس مغربية أصيلة عامة الفضاء كانت كافية لتصنع الفارق لدى هؤلاء الأطفال وترسم الابتسامة على محياهم. ريبورتاج حمزة أيت مسعود وعبد الله أيت تابية. قبل الإفطار بدقائق يلتحق آدم، ليلى ومهدي بباقي الأطفال. اليوم ينتظرون زيارة خاصة لضيوف سيشاركونهم مائدة رمضان بمناسبة حلول ليلة القدر. لمة وحفاوة يعيش هؤلاء الأطفال كل أحاسيسها. فطور كنفطروا مجموعين، السحور مشاو للمدرسة، اللي ما صايمش كي الوجبة ديالو يعني كما العاده ديما. كندوزو معاهم نهار زوين يعني ليله القدر، كنعلمهم كيفاش المبادئ، كيفاش نصلي وكيفاش نقوموا بليله القدر يعني كما العائله المغربيه يعني جميع الاسر. هي كذلك واحد المناسبه اللي تنتوخاو فيها التربيه ديال الاطفال على المبادئ والقيم الدينيه والروحيه، باش اننا نمكنوا هاد الاطفال باش يكون عندهم واحد النمو فكري ونفسي. جميع ما يقرن بشهر رمضان يجتمع في قرية الأطفال. بعد الإفطار تحيا ليلة القدر، وكل مقادير الطقوس المغربية الدينية حاضرة ليعيش الأطفال كل تفاصيلها. وماما وجدت لنا لبسات، هيك فقنا لبسناهم، مشينا لكل نشطنا، داروا لنا الحنة، ومي وصلنا هنا قالت لنا ماما عاوتانا عندكم واحد الحفلة هنا. هذه الليلة التي نريد أن تدخل السعادة على الأطفال القرية ونعيش معهم الأجواء الروحانية التي تعرفها، أجواء باليدين السعيدة باحتفاء بالقرآن وكذلك بخلق أجواء عائلية. في قرية الأطفال بدرب عزة روح الشهر رمضان تنضاف لروح دفء أسري يشمل المكان في ليلة ستنقش في ذاكرة هؤلاء الأطفال طويلا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هو مناسبة لتعاهد كتاب الله قراءة وفهما وتدبرا. الكتاتيب القرآنية على امتداد التراب الوطني تسعى لزرع قيم الاعتناء بالقرآن وأهله، كما سنتابع من حاضرة جهة العيون الساقية الحمراء في أمسية احتفت بكتاب الله من خلال ترتيل ما تيسر منه بالصيغة الحسانية التي تميز أقاليمنا الجنوبية. ريبورتاج يوسف ويش وزهير هنان. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. قراءات قرآنية خاشعة بالصيغة الحسانية بأصوات من شباب خريجي حفظة كتاب النور بالعيون في أمسية احتفت بكتاب الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. الصيغة الحسانية اللي تميز بالهدوء وتميز مالي بخمس طبقات بدون جواب، وتميز مالي بالروحاني وتأثير على النفوس. وتنفرد الصيغة الحسانية بمقاماتها أو طبوعها الأربعة التي تتيح للقارئ سلاسة في التحول طلوعا ونزولا. يعني الطابع الحساني عنده دور في النفوس، وهذاك يعني يجي يعدل لنا شي يعدل يصور لك القرآن، وهذا هي الغاية من القرآن على الإنسان، يصوره
ويزيد يحسن صوته به باش يبلغه للمستمعين. عموما الحمد لله أجواء رمضان أصبح الحمد لله قراء يلمعون في سماء العيون بالطبع الحساني، وهذا الحمد لله أصبح يعني إقبال كبير للمصلين في مساجد العيون. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. وفي ختام المسائية إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. لقاءات الحوار الاجتماعي المتعلقة بجولة أبريل متواصلة برئاسة عزيز أخنوش. لقاء اليوم جمع رئيس الحكومة بوفد عن الاتحاد العام لمقاولة المغرب. ومعارض قانون النظام التقاعد بفرنسا مستمرون في التصعيد. المظاهرات المناهضة عمت جل مدن الجمهورية تزامنا مع خطاب ألقاه مساء أمس الرئيس إيمانويل ماكرون. وكما تابعتم قراءات قرآنية بالصيغة الحسانية زينت ليلة القدر، تابعنا النموذج من مدينة العيون. لمزيد من الأخبار يمكنكم التفضل بزيارة موقعنا ومنصاتنا على مواقع التواصل. شكرا على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.